السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، مرحبا من جديد في الموعد الأسبوعي المخصص لتخفيض الأسبوع. أتمناه أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال كالعادة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين. فصراحة هذا التخفيض أو هذا لابخومون ديال هذا الأسبوع غادي تتيح لنا فرصة أننا ندرجو منتوج جديد اقتصادي، فعلا منتوج أراه جميل جدا من جميع النواحي، سخطو أن المتتبعين دايما كيسولوا على منتوجات اللي تكون ديانا آمنة نسبيا وتكون كذلك اقتصادية. فلا بروموسيون ديال اليوم أو ديال هذا الأسبوع هي خاصة بمختبرات أو بالأحرى شركة غاسين فيتا. فأكيد أكيد الأغلبية كيعرفوا هاد الشركة من خلال الزيوت ديالها. شركة ذات منتوجات مغربية محضة، التخصص ديالها هو الزيوت، وبطبيعة الحال كدير أشياء أخرى. اليوم مهم باش يعني من توسعوش في أشياء أخرى بعيدة على الفيديو ديال اليوم. فاليوم غادي ندوي على واحد لابروموسيون لقيتها عجبتني، وسورتو كيما قلت لكم غادي نتعرفوا على واحد لي دو برودوي، باش هكا الناس اللي كيسولوا دائما على المنتوجات اللي تكون اقتصاديه ونسبيا امنه كيقولوا لي دائما عطينا منتوج اللي يكون زوين ويكون رخيص. فاليوم جبت لكم واحد البروموسيون اللي هي عباره عن جل لتنظيف البشره او جل نيتوايون pour le visage أو pour la peau. فالجل هو صنع مغربي محض كما قلنا قبل، لأن الشركة فهي المنتوجات ديالها صنع مغربي. فهاد الجل فيه جوج ديال الأنواع، فعندنا جل خاص بالبشرة الجافة أو جل سور غرا اللي هو هذا كتشوفوه هنايا، وعندنا جل أو منظف خاص بالبشرة الدهنية جل بيغيفيون اللي هو هذا كتشوفوه هنايا. المنظفين بجوج كو سوا ديال البشره الجافه او ديال البشره الدهنيه فكيجيو فواحد الحجم اللي هو جد اقتصادي، 420 ml يعني تقريبا نصف لتر، يعني بقى لنا تقريبا واحد 80 ml ويكمل يكون عندنا نصف لتر، يعني حجم اقتصادي جدا جدا، خاصة إلى عرفتوا أن الثمن ديال هاد الجل كساسوا ديال البشرة الجافة أو ديال البشرة الدهنية فهو ابتداء من 80 درهم، يعني تقريبا غناخد واحد نصف لتر ابتداء من 80 درهم. فلهذا فقلت بأن المنتوج جد اقتصادي. الجميل كذلك في المنتوجين هو أن كلا المنتوجين يعني كو سوا لو جيل نيتوايون سور غرا او لو جيل نيتوايون بيغيفيون يعني ديال البشره الجافه او ديال البشره الدهنيه، فهما كيجيو بجوجهم سون صابون يعني بدون صابون، يعني راه صالح للبشره الحساسه، سون الكول بدون الكول او كحول، سون بارابان و سون كولورون بدون ملون. يعني انا كنشوف بانهم جوج ديال المنظفات بس سواء كانت عندنا بشرة حساسة وجافة أو عندنا بشرة دهنية وحساسة فراهما صالحين لها، لأن ما متوفرينش أو ما كاينش فيه بزاف ديال المنتوجات المواد اللي هي كتكون مهيجة للبشرة الحساسة، اللي منها الصابون منها الكول ومنها كذلك حتى الكولورون. فالمنتوجين بجوج كينظفوا لينا البشرة من العمق، كيزولوا لينا الشوائب، وكيخليو لينا واحد البشره اللي هي نظيفه وكيعطيوها واحد الترطيب اللي هو جيد جدا. الباكاجين ديال المنتوجين كما كتعرفوا دائما كنقول لكم كيعجبني لو باكاجين ديال لو فلاكون بومب. علاش كيعجبني هذا الباكاجين ديال لو فلاكون بومب؟ فهو اولا ما كيخليش ان الجراثيم والميكروبات تدخل العبوه لداخل او تدخل القنينه لداخل، كذلك فهو كيعطينا يعني فاش كنوركو على ديك لا بومب كناخذو غير اللي غادي
يكفينا من المنتوج، يعني ما كيتهرقش لينا بزاف ديال المنتوج فاش كنبغيو نخويه ونستعملوه. طبعا الاستعمال فهو عادي كأي جل نيتوايون، كنغسلو نسلقو الوجه ديالنا بالماء او كنبلو الوجه ديالنا والبشره ديالنا بالماء وكنغسلو بها، كنديرو شويه ديال الجل، كنديرو واحد المساج هكا خفيف في الوجه ديالنا وكنشلوه بالماء وكنشفو، يعني عادي كذلك. فبالنسبه لعدد المرات اللي غنستعملوه فيها هاد الجل، فوقت ما احتاجينا اننا نغسلو الوجه ديالنا فكنغسلوه. بالنسبه للبشره الجافه واحد جوج حتى ثلاثه المرات، وبالنسبه للبشره الدهنيه فمن ثلاثه حتى لخمسه المرات. حنا عارفين بان البشره الدهنيه كل ما تغسلات كل ما كنعاونوها انها تخلص من الرؤوس السوداء، من البثور ومن المسام الواسعه. فحنا كنمنعو بالتنظيف البشره ديالنا، كنمنعو تراكم ديال الدهون وبالتالي التعرض للرؤوس السوداء والمسام الواسعه، ومسام واسعه والرؤوس السوداء والبثور. استسمح على هذا الصوت اللي كاين باسكو من قبيله هو كاين، وعييت من اجل في تصوير الفيديو، ولكن دابا راه فات الحال ضروري خصني نصورها دابا. الوغ بالنسبه للغسول اللي كتشوفوه هنايا اللي كيجي في هذا الشكل ذو اللون البنفسجي، فهذا صالح للناس اللي عندهم بشره عاديه، الناس اللي عندهم بشره جافه جد جافه، الناس اللي عندهم بشره مختلطه الى جافه، هذا اللي كيكون في هذا اللون البنفسجي. الناس اللي عندهم بشره دهنيه فالغسول ديالهم هو هذا جل نيتوايون بيوريفيون، فهذا خاص بالناس اللي عندهم بشره مختلطه الى دهنيه والناس اللي عندهم بشره دهنيه 100%. انا كنخلي لكم هاد لا فوتو ديال هاد الجل باسكو لا كولور ديالو يعني هكا كتشد الانظار، الاخر ترونسبارون ما غاديش يبان في الشاشه بزاف، وعاد انا هذا هو اللي صالح للبشره ديالي. فبالنسبه للعرض ديال اليوم كلا المنتوجين بجوجهم كوساسوا ديال البشره الجافه اللي هو هذا او ديال البشره الدهنيه اللي هو هذا، فانتم كتشوفوا بانه معاهم واحد الكريم ديبيلاتوار او كريم خاص لازاله الشعر، هذه هي لا بروموسيون، فكتاخذوا لو جيل نيتوايون زائد لا كريم ديبيلاتوار بنفس الثمن اللي هو 80 درهم، ابتداء من 80 درهم. يعني لا كريم ديبيلاتوار كتجي كهديه، يعني كنشريو لو جيل وكناخذوا الكريم المزيل للشعر كهديه. سي غاف. الوغ انتما كتعرفوا الراي ديالي بالنسبه للكريمات مزيله الشعر، فانتما كتعرفوا بانني ضد هذه المساله، دائما كنصحكم انكم تاخذوا ديروا الخيط الوجه ديالكم ولاصيغ بالنسبه للجسم ديالكم. ولكن رغم ذلك راه كاينين الناس اللي كيستعملوا كريمات مزيله للشعر، فلهذا ما غاديش يمكن نمنعوا الناس. حنا هنا كننصحوا الناس، كنوريوهم اللي مزيان واللي خايب، وبطبيعه الحال كيبقى ليهم القرار في الاخر هما شنو غادي يديروا. يعني الناس اللي انتريسي غادي ياخذوا لو جيل وغادي ياخذوا معاه الكريم مزيله للشعر، الا كانوا كيستعملوها فراه غادي يستعملوها، ما كانوش يستعملوها غادي تعطيوها لشي حد اللي كتعرفوا انه كيزول الشعر بالكريم او بالمرهم. طبعا ودائما كنتمنى انني نكون جيت بشي حاجه اللي هي جديده ومفيده، لان هذا هو الهدف ديالي من القناه، الجديد والمفيد دائما من الناحيه التجميليه وكذلك من الناحيه الاقتصاديه الماليه. ما تردوش في استغلال العرض والاستفاده منه، وبطبيعه الحال اللي شرى هذا لو برودوي فكنتمنى انه يشاركنا التجربه ديالو ويخلي لنا التجربه ديالو في التعليق. ما تبخلوش علينا بضغط زر الاعجاب ومشاركه الفيديو مع الاهل والاصدقاء كالعاده. طبتم وطابت اوقاتكم، غدا ان شاء الله نلتقي في مباشر الاحد، الى اللقاء.